أهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي خبز عروق بالفرن اللي متعودين بالعراق يسووه بالتنور فرن الطين، بس أنا ما متوفر عندي فرن الطين، سويته وجدت الطريقة أن أسويه بالفرن الكهربائي. هو هذا اللي دا تشوفيه أمامك، خبز عروق النباتي بدون لحم، وأكو عندنا نوع ثاني نسويه باللحم، طبعا لذيذ جدا لا يقاوم. هسه اشوف لك، تعالي وياي حتى اشوف لك المقادير وطريقة العمل. هاليوم وصفتنا هي خبز العروق عراقي، خبز عروق نباتي دا اسويه. عندنا نوعين خبز عروق، واحد باللحم والثاني نباتي. هاليوم راح اسوي خبز عروق النباتي. راح احتاج اول شي 5 كوابة طحين، هذه 5 كوابة طحين، 3 كوابة طحين أسمر، وكوبين طحين أبيض. أحتاج 1/2 كوب شكر أو سكر. أحتاج 2 ملعقة صغيرة خميرة، كيس بخميرة، راح أخليهم كلهم مع بعض وأعجنهم. 2 ملعقة صغيرة من الخميرة. أحتاج 1/2 ملعقة ملح، أحتاج 2 ملعقة صغيرة من يسموه شومر أو أنيس أو حبة حلوة نسميه بالعراقي، أحتاج 2 ملعقة صغيرة من هذا. ما حسب العجينة ما تحتاج، يعني بين 1.5 كوب أو أكثر أو أقل حسب أنتي ما تشوفين. هسه راح أخلي قليل من الماء وأعجن العجينة وأرجع لكم. بعد ما انتهيت من العجينة وتركتها تختمر، حضرت المواد الأخرى اللي مطلوبة للخبز عروق، وهي 100 غرام 150 غرام من الفطر، كله مثروم ناعم 150 غرام. أحتاج أيضا 2 بصل مثروم ناعم، أحتاج أيضا 2 فلفل رومي أو فلفل أخضر اللي متواجد عندك. طبعا حتى اذا ما متواجد عندك الفطر تقدرين تستعملين البازاليا او الشجر او الباذنجان، يعني ما لا تتقيدين. احتاج باقة صغيرة من المعدنوس مقطع ناعم، ما تكفي، راح اغير لانه ما تكفي هذه، نخلط المواد اللي انا اريد اخلطها كلها مع بعض. بعدين راح احتاج 1 مكعب من الماجي اكسره واخليه، احتاج 1 ملعقة كبيرة كمون، 1 ملعقة كبيرة كمون، 1 ملعقة كبيرة من الكركم، 1.5 ملعقة طعام من الكاري. انا اخلي 2 لانه احب الكاري، فانت يعني اختيار. واضيف 3 ملاعق كبيرة زيت. بخلط هذه المواد كلها مع بعض. طبعا بعد ما اختمرت عندي العجينة حضرت هاي المواد خلطتها، ثم اذا تلاحظين العجينة اختمرت، راح اخلي هاي المواد فوق العجينة واخلطهم مع بعض. بعد ما خلطت المواد كلها مع بعض، العجين مع هذه الخضرة صارت بهذا الشكل.
عندي هنا هذه الصينية راح أدهنها شوية بالزيت، وأقطع هذا العجين إلى كرات وخليها بهذه الصينية، وبعدين راح أضيف أفتحها وأشوي. أدهن إيدي بالزيت، يعني ما أريد حجم الكرات يكون كبير كثير، أريد حجم متوسط يكفي للصينية مثلا اللي عندي. طبعا عجينة هشة جدا لأنه ضفت لها الخضروات، تتشكل بسرعة. هكذا صار عندي. طبعا بعد ما قسمت نص العجين وضعته هنا بالصينية حتى يرتاح، خليت شوية طحين على هذا السطح اللي راح اشتغل به، وحضرت المقلاة حطيتها على النار، وايضا شغلت الفرن بس من فوق، يعني الحرارة ما يحتاج من تحت بس من فوق، لانه انا راح اشويها من تحت بالمقلاة. هسه راح ابدي اخذ اول وحدة، كذا ابلل ايدي بالزيت وافتحها. أخليها بالمقلاة، أعدلها. أقدر أن أسوي مقلاة، يعني أجهز عدد اثنين من المقلاة للسرعة. خل تسخن الطاوة وأخليها. انتظر بس تنضج من تحت، وبعدين راح اخليها بالفرن مثل ما قلت، مشغلة الفرن بس من فوق الحرارة. مثل ما تلاحظين هي ما نضجت من فوق بس من تحت، شوفيها من تحت نضجت. هسه عندي الصينية بالفرن هي ساخنة، راح اخليها بالصينية بالفرن بس من فوق اريدها تستوي، لانه هي نضجت من الاسفل. اخذها وافرغها، صينية ساخنة عندي بالفرن مثل ما تلاحظين، بس مشغلة شواية الفرن من فوق وخليتهم بالفرن، دا انتظر بس ينضجون من فوق وبعدين اطلعهم من الفرن. عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والاخير، الخبز العروق بعد ما طلعته من الفرن. تقدرين تقدميه مع الشاي او مع اللبن، يعني هو اختياري، بس انا احب اغمس باللبن مع الزعتر وزيت الزيتون واكل هذا الخبز. وانصحك جربي، ما راح تندمين، لذيذ بشكل هذا الخبز. اتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.